بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، إلى آخره. ثم تكلم عن الأرض: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ثم قال: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع رديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن السماء والأرض قلنا سابقا أنه جعلها ظرفا لأشياء، له ملك السماوات والأرض، والسماوات والأرض فيها من العجائب ما لا يخفى، ومع ذلك فهي ظرف لشيء آخر. فقال لله ما في السماوات وما في الأرض، وبينا أن المظروف دائما أنفس من الظرف. وبعدين قال اللي انتم عارفينه في السماء والأرض فيه برضو غير له غيب السماوات والأرض، فكأن عطاء الله لا ينتهي بما نراه في السماوات والأرض، ولا بما نراه في السماوات ولا في الأرض، ولا بما جهلناه من غيب في السماوات والأرض. إذن فعطاء الله لا يتناهى. هذا كله ظرف، والإنسان الخليفة مظروف فيه. والمظروف في ظرف ليس لأحد من المظروفين حظ عن الآخر في أنه في قلب الغزنة. لو الخزنة فيها ورقة بخمسين وورقة بمية وورقة بدولارات وده فيها اللي فيها فضة وفيها ذهب، ما فيش حاجة حظها من الظرف أكثر من حظ الأخرى. يبقى حظ مظروف في الظرف واحد، ولكن قيمه في الظرف مختلفة. فالإنسان المظروف في الأرض في الأرض أو في السماء له قيمته الخاصة، إنما حظه من الظرف واحد. كلهم الجنيه زي العشرة زي المية زي الفضة زي الذهب زي كلها يبقى حظها واحد. إذن وإن كنا مظروفين واتفقنا في الظرفية، فالظرف صيانة والمصون مختلف، إنما حظ كل شيء فيه واحد. فإذا نظرت إلى الاختلاف وجدت أن الاختلاف لصالح الجميع. إزاي يعني؟ الحق سبحانه وتعالى حينما قال: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. لو أن الناس كلنا هنتخرج من الجامعة، مين يفحر لنا التراب عشان نبني؟ مين ينظف لنا مش عارف؟ مين يشيل لنا الزبالة؟ مين يعمل المجاري؟ يبقى لازم ده له واحد في القمة، ولازم تحته خدم كتير. المهندس اللي بيهندس أي عمارة أو أي حاجة يقعد يهندس بفكره ورأيه مش عارف إيه، وبعد ذلك ما يقدرش يعمل أي حاجة إلا إذا وجد العامل بالفأس عشان يفحصه، ووجد العامل الغلبان عشان ياخد الطوب ويعمل له مش عارف إيه، ووجد اللي هيغفى، ووجد من الكهرباء اللي هيحط له الكهرباء. الله! إذن فحينا يرفع الله بعضا على بعض في الظرف المظروفية دي، بيدي لكل واحد قيمته وكل واحد مهمته، اللي هي القيمة زي ما قلنا دي ذهب ودي فضة ودي نحاس ودي كل واحد له قيمة. إنما القيم دي ما بتديش منزلة عند الله، هي بتنزل صلاحية المظروف. إنما القيمة عند الله لإيه؟ للمتقي فينا بس. نقوم نقول ما فيش واحد أعلى من واحد، ولذلك قلنا زمان أن مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان،
بس انا واخد 10 على 10 في دي، وواحد واخد ثاني 9 على 10، واخد 8 على، لكن انا واخد 0 في حاجه ثانيه. لو تعطلت المجاري عندي ما اقدرش اعمل فيها حاجه، لازم ادور على اللي هيعمل لي المجاري اللي هو ادنى الحرف عشان يجي يعمل لي العمليه دي. انا في الساعه دي صاحب المجاري ده مرفوع علي فيها، وانا مرفوع عليه في ان بتعب واجيب له الفلوس واديله ياكل عياله. يبقى كل واحد مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء اخر، عشان كل واحد لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. كلنا بنقدم مهمه واحده، وما دام المجتمع عايز اللي بيكنس واللي بيفحت واللي بيعمل مجاري واللي بيعمل نور واللي بيعمل كذا وكذا، المجتمع محتاج. بل نجي نقول كده حتى العالي ده الكبير قوي لا لما يغيب شويه ما يجراش حاجه في المجتمع، انما اللي بيلم الزباله ده لو بطل اسبوع البلد تبقى كلها مزبله. الله. يبقى اذا ما ننظرش الى اختلاف الناس في اشيائها، ولكن الاختلاف في قيمه اتقانها. تحسنها تبقى سيد، ولذلك يقول الامام عليه قيمه كل امرئ ما يحسنه. وانا لا ازال اذكر ما قرأته سابقا وأكرره دائما، إن لما قرأنا مضبطة المجلس النواب الفرنسي عاملين كتاب فيه يعني أبرز القضايا اللي ناقشها المجلس، فلقيت فيه إن في واحد كان نقيب عمال ثم صار وزيرا للعمل، فجاء النقيب الجديد وقال له في المجلس: نحن لا نطلب منك إلا ما كنت تطلبه أنت من الوزير اللي قبلك، مش هنزيد حاجة. كلام معقول؟ مش كنت بتطلب دي؟ كنت بتطلبها من الوزير اللي إحنا بنطلب منك اللي أنت كنت بتطلبه. بص ده مطب قوي. لكن ده الوزير كان لبقا فضحك وقال: نعم، ولكني كنت نقيب عمال أحدو آمالا وهنا أدبر أموالا. فأنا دي مش يعني أرقام بتحكمني وميزانية بتحكمني، إنما كنت هناك أقول آمال. فالرجل انغاز من الرد، فألا قال له: طب اذكر أنك كنت في يوم ما ماسح أحذية. أم ضحك برضه وقال له: نعم، ولكني كنت أجيدها. يبقى قيمة كل امرئ ما يحسنه. يبقى احنا شركاء في مظروفية، انما كل واحد له ايه؟ له قيمة. ولذلك القرآن لما نبه عاد قال: ورفع بعضكم فوق بعض درجات. تيجي انت متحرر الالفاظ تقول رفع بعضكم فوق بعض، اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ ما قايلناش مين احنا، بس من غبائنا بنقول بس الغنى والفقر، ما فيش غير دي. نقول له: لا، هات زواياك كلها، شوف صحتك، شوف تفكيرك وعقلك، شوف رضاك، شوف سعادتك بعيالك، كل الزوايا دي لازم تدي فيها درجات وتجمع المجموع كده، يطلع مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. ولذلك يجب ان يلزم كل احد منا شيئه في المجتمع وادبه، عشان يعرف ان ما فيش حد ابن ربنا، وما دام ما فيش حد ابن ربنا يبقى كلنا سواء عنده. بس عمل المسألة عشان ننظم حركة الحياة، ما ننظمهاش تفضلا بل ننظمها حاجة. نقول بقى ما كلنا كنا نبقى نطلع من الجامعة وبعدين نقسمها على بعضنا، واحد بكرة يمسح يحفر الأرض، وواحد يكنس الشارع، وواحد يعمل مجاري، وواحد يقول لك ده هيبقى تفضل بقى. لكن أنا عايز أضبط الحياة بحاجات. إزاي؟ قال لك اللي بيعمل المجاري ده لو ما كانش عنده عيال عايزين يأكلوا وهو عايز ياكل ما كانش يرضى لنفسه هذه العمليه، ولما يرضى بها بقى ربنا يقول له: رضيت بقدري اعطيك على قدري. احنا شفنا بعينين كانوا بيشيلوا المجاري على في جرد العلاقه، وبعدين بعد سنه واثنين الجاب ايه؟ عربيه يعملها بزقيه، فريحته وشالت اكتر، وبعدين جاب وتنبيل، وبعدين جاب رتل من السيارات عشان يعمل مش عارف ايه، ويقعد بقى كده بعد ما كان هو بيعمل المجاري دي يقعد عند البير وهم العيال بينزحوا الصبيان، قاعد بكرسي كده وحطه كده وبيبص لهم كده.
قال له أنت رضيت بقدر الأول فأنا أعطيك على قدري. ولذلك لو نظرت إلى الحرفيين اللي موجودين في العالم اللي يرضى بقدر الله فيها يقوم ربنا يقول تعالى اطلع بقى فوق، اطلع فوق. الله. إذن الحق سبحانه وتعالى ساس أمور الناس بإيه؟ بالرفع في الدرجات، إنما الدرجات المرفوعة مختلفة، أنت مرفوع في دي وأنا مرفوع في دي، ما فيش أحد أحسن من إيه؟ أحسن من حد. الحق سبحانه وتعالى حينما ظرفنا في السماوات والأرض قال كل واحد في المظروفية بياخد حظه زي الثاني، بس المسائل بتختلف. واحد قاعد في صحراء وواحد قاعد على وادي نهر، اللي قاعد على عادي النهر عمال بياخد من المية وبيزرع عليها وبياكل زرعه، واللي في الصحراء في الرمل مش لاقي حاجة، واللي في الجبل مش لاقي حاجة، يقول آه أنا نبهت خلقي على إن السماء والأرض وما بينهما، ونبهت خلقي على تحت الثرى وما تحت الثرى، كان يجب أن نتنبه أن تحت الثرى أشياء نافعة يجب أن تنقبوا عنه. أنتوا كسلتوا فخلاص، كسلتوا سكوتوا خالف، بدليل أننا دلوقتي أهو ونحن في أوج الحضارة دلوقتي لما بنيجي نستصلح أرض بنفحط عشان نقبير وناخد الايه المية. طب ما هو البير ده كان من زمان، ما كنا عملناها من زمان، انما كسلنا والحاجة هي التي ايه اللي كانوا قاعدين فاسهم في الجبال قاعدين يعني يرعوا حاجة ويقعدوا ياكلوا صاب مش عارف ايه، وبعدين لما قعدوا يفحطوا كده عشان ياخدوا ابنهم يضرب حتة عشان ياخد حتة رخام ولا حتة حاجة له بتاع، يوم يبان له حاجة حلوة، ام لقى الرخام الجميل ولقى الجرانيت الحلو ولقى المرمر. الله، كل الحاجات دي كانت موجوده في الارض. وبعدين التفت لقى الالماس اللي هو اغلى اغلى شيء في ده في الجبال، يبقى كل حته فيها ايه؟ فيها كل خير. القطاع واحد، لو جبت الكره الارضيه وعملتها بطيخه وشقت شقه من اول الاخضر ده القشر الى المركز، وبعد ذلك تجد شقه ثانيه تجد كل شقه تناسب شقه. يعني انت لو جت لاخصب الارض وخدت منها قطاع، وبعد ذلك جت لحتة جبل وخدت منه قطاع مساوي، وبعدين قعدت تحسب الخير اللي جه من دي وتحسب الخير اللي جه من دي، قمت لقيت الخير متساوي تمام. ودلوقتي الناس اللي في حضارتهم بيحتاجوا للي قاعدين في الصحراء وعمالين بدهم ياخدوا بترولهم وياخدوا مش عارف ايه وياخدوا نفائسهم. الله. اذا المسائل كل الكون اللي مخلوق للناس جميعا، بس موزع توزيع عادل، توزيع ايه؟ توزيعها كده. طيب اللي خلقنا مظروفين كده حفظ القوام بتاعنا المادة، وأين القيم؟ القيم نعمل فيها إيه؟ قال لك ما سبكوش، لأنه عمل مسألة القيم دي قبل ما يخلقكم يا كثير دمغني. لما ربنا قال إن ربنا إنني جاعل في الأرض خليفة، الملائكة قالوا له إيه؟ من يفسد فيها هتكرر التجربة، يبقى ده اللي كانوا عارفوا انه في خلق قبل كده وبرضه فسد وعمل هيصة. قال انا اعلم ما لا تعلمون. يقوم احنا لما نقول في الارض خليفة نقوم نيجي الناس اللي بيقولك ده ادم وحواء ظلموا باولادهم لانهم كانوا في الجنة وعملوا معصية نزلونا في الارض، نقول لهم ما تظلموش ابوكم ادم ولا امكم حواء، لان ربنا اول بلغ منه قال اني جاعلهم في الارض دي. امال ايه حشرة الجنة في الحكاية دي؟ قال لك لا، ده الجنة دي عملها للتدريب على مهمة الحياة، ما خلاش آدم ينزل بكلام النظري فقط، بل حب يعمل له تدريبة زي احنا ما بنجيبش بتوع الكورة وناخدهم يلعبوا كده إلا قبل ما ندربهم مدة ونعيشهم كويس ونصرف عليهم وبعدين يبقى ننزلهم الملك. طب ينزل آدم في الأرض خليفة من غير ما يعمل له تدريب؟ نزل يقول له تدريب. تدريب ازاي بقى؟ يقول له يا ادم انا قلت لك الجنينه دي فيها كل ما طالبك اللي عايز انت كل ما شئت منه، بس الشجره دي ما تقربش ليه. ادم استمع الكلام وعايش كويس 24 لحد الشيطان ما وسوس له وقال له ده ما منعكوش من الشجره اهي عشان ما تبقوش من الخالدين، لان اللي ياكل منه يبقى من الخالدين. برضو ادم الفطنه بتاعته ما جاتش
كان يقول لابليس طب لما انت عارف ان الشجره دي تخليك خالد ما اكلتش منها ليه ولا تذللتش ربنا بيقول له انظرني الى يوم يبعثون، يبقى كلامه يحمل الايه؟ يحمل التكذيب. وسمع ادم وكلم الشجره الى كان مبسوط 24 قراط في البيت، وبعدين لما كل الشجره ايه قولوا انتوا بقى بدت له سوءاتهما. الله اكنه قبل ما ياكل ما فيش سوءه، سوءه يعني العوره. طب العوره دي هي المخارج بتاعتنا دي، المخرج الامامي والمخرج الخلفي، ادي العوره. طب بدت ازاي ما كانتش باينه الاول؟ ام قال لك لا لانها كانت فتحه زي فتحه البق. ايه الفرق فيه؟ انما لما طلع منها ريحه وطلع منها فضلات شهيتها وحكي ابتدى يتنبه يخد جتلي. قال لك ما انت اصلا خالفت الاكل، كان ربنا قال لك كل مندي وكل مندي عامل لك مواصفات تاكل ولا يحصلش لك فضلات لانه طهي الحق. فلما اكلت من الخلافه لازم يبدو هذا. قعد يجيب من البتاع والشجر ويداري ويداري ويداري، قال له خدت التجربه اديني اديتك الجنه فيها وقلت لك كل من ده ولا تاكلش من ده، طول ما انت متمسك ما حصلش حاجه، ولما جيت خلفت وكلت البتاعه دي حصل لك اللي حصل ده. ومين اللي وسوس لك؟ الشيطان. قال له اخرج بقى الى الكون مزودا بهذه التجربه. لما ربنا يقول لك اعمل دي اعملها ولا تعملش دي اوعى تعملها، من خالفت هتحصل العوارات في المجتمع، اوعى الشيطان هيقعد يوسوس لك لانه عدو لك ولا ايه ولا زوجك. يبقى اذا الجنه ما كانتش جنه الخلد، لا ده جنه مكان زي ما قال ايه اصحاب الجنه ومش عارف الجنه البقعه حته في الارض فيها شويه اشجار وفيها شويه زهور وشات. اذا الناس اللي بيقول لك ده جنه الخلد وادم خرج منها، لا دي جنه التدريب وجنه في الارض. يقول لك ما بقول اهبطوا، وانا اهبطوا يعني من عالي، يقول لك الله. طب ما ربنا برضه قال لبني اسرائيل اهبطوا ايه؟ اهبطوا مصر هدف الارض، وقال لي مش بتوع السفينه اهبطوا منها. يبقى الهبوط بس هبوط منزله مش هبوط مكان. اذا فالحق سبحانه وتعالى اعطانا متن الحياه، خذ اوامري واجتنب نواهي، واوعى الشيطان يحدي يخليك تعدل عندي، لانك انت ان ظللت في اوامري يبقى حياة تبقى حلوة أوي، وإن خالفتها هتظهر العورات. إذا رأيت عورة في المجتمع فافهم أن فيه مخالفة لمنهج الله. يبقى ابحث في نفسك. وإحنا ضربنا مثل عشان نقرب المسائل، قلنا مثلا الذي صنع التلفزيون هل صنع أي آلة كده وقال شوفوها تنفع في إيه؟ لا. يعني شوفوها تنفع غسالة ولا ثلاجة ولا بوتاجاز؟ لا، ده قبل ما يصنعها حدد ايه مهمته. اذا من الذي يحدد مهمه الشيء؟ صانعه. ادي واحده اتفقنا عليها. طيب وهل سبنا كده نستعملها زي ما احنا عايزين؟ قال لك لا، عمل كتالوج، قال له افعل كذا ولا تفعل كذا، حطها على تيار شكل كذا، واعمل الموجه مش عارف، وده بتاع الموجه، وده بتاع الصوره، وده بتاع الصوت. لو ان الانسان استعمل التلفزيون كما في كتالوج اللي صنعه، التلفزيون يعمل ايه؟ يؤدي مهمته ولا يزرجن مية ولا اي حاجه. امتى يزرجن؟ اذا انني خالفت. كذلك الكون، من الذي خلق الانسان؟ الله. ومن الذي وضع له الكتالوج تفعل كذا ولا تفعل كذا؟ اذا فان استعملت الكتالوج اللي ربنا قاله فافعل ولا تفعل تبقى زي التلفزيون ماشي سليم، ولا اي حاجه تحصل لك في حياتك. فان رايت شيئا واحد تعبان من اي شيء بيبقى اساله وقول له ابحث في نفسك شوف انت خلفت ايه. لو بحثت في نفسك وشفت خلفت ايه هتبقى تعرف. ولذلك يقول لك وفي انفسكم بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. الله. يبقى اذا الكون اللي خلقنا ادانا منهج نمشي عليه وخوفنا من الشيطان. فإذا استعملنا منهج الله في الكون يبقى لا توجد في الكون عورات، وإذا خالفنا توجد العورات. فإذا واحد اشتكى لك من أي حاجة قل له بل الإنسان على نفسه شوف أنت عملت إيه.
ولذلك بعض الناس الواصلين يقول لك والله لو عصرت بي الدابة في الطريق لحاسبت نفسي أي ذنب ارتكبته لتعصر الدابة، أنا عملت إيه. يبقى إذن كل ميزان كل واحد إيه معه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا إيه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أهل بتاعته الله ونحشره يوما إيه أعمى. الله، يبقى إذن الإنسان حسيب على نفسه ولا لا؟ يبقى لو حاسب نفسه في الدنيا وعدل عن مخالفة الله تستقيم الأمور استقامة كما استقامت لآدم حين أكل كما أمره الله ولم يأكل كما إيه كما نهاه الله. بعد ذلك دخلنا في موكب الرسالات. الله، موكب الرسالات اللي جم بعد آدم. ما قبل ناس سيرة آدم في الرسالة ولا بتاع، أم قال لك لأن آدم كان أبو الجماعة اللي حواليه، والولد اللي قاعد يسمع يعرف من أبوه كيف يأكل وكيف يشرب وكيف يعمل، اللي بيعمله أبوه بيعمله زيه. لكن اللي حصل إيه؟ الهوى دخل. ما دام الهوى يدخل تبقى المخالفة تيجي. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. أول حاجة إن ابنه قابيل وهابيل كان الأول بنت تيجي وهي ولد ذكر في البطن الواحد، ولما يجي يجوز ما بيجوزهمش من بعض اللي نازلين من بطن واحدة في سوقهم، ياخد البنت دي للولد اللي نزل ايه في البطن الأولى برضه بيبعد. فطلعت البنت بتاعت صاحبنا تاني شوية يعني فيها قابلية أكثر، قام الواد عين وسط لها قام اختلف قالوا احنا نقرب قربان للسماء ونشوف ايه. فقرب قربان وكان علامة القربان انه لما يجي النار تيجي تأكله يبقى قبل، فقبلت من واحد فقالوا يبقى البنت دي بتاعتي، اتحسدوا عليها. وبعدين قالوا لازم اقتلك وحصلت الايه الحكاية. لكن لما قتلوا اصبح من الايه اصبح من النادمين. إذن فالمسائل كلها مخالفة المنهج وعدمه. ليه؟ يبقى لازم نشوف الكتالوج ونأديه اللي عامله لنا من اللي عامله لنا ربنا. لكن ما دام الغفلة جت والهوى يقول له اهي دي ذكرتني، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إيه؟ ذريتهم. بقى آدم كان فيه ذرية نبعا فيه ذرية. ليه؟ إزاي بقى؟ لأن أنت وأنا أحياء الآن، من أين جئنا؟ من أبينا، من ذرة قد كده نصف قد كده من أبونا. طب وأبونا جه منين؟ من ذرة من جده. طب وجده جه منين؟ من ذرة من اللي قبله. طب سلسلها لحد آدم كده، يبقى جينا من ذرة مين؟ من ذرة من آدم. لو أن الذرة دي كانت ماتت أكانت تنجب؟ يبقى أنا كل واحد منا فيه ذرة من آدم، شهدت ميثاق الله مع الخلق جميعا، ألست بربكم؟ يبقى في ده اسمه عهد الذرة، كلنا فينا ذرة من آدم. لو أدركت الذرة موت ما كانش نيجي سيء. ولذلك ضربنا المثل بسنتيمتر مكعب من المية حمرة وحطناها في إزازة ورجينا الإزازة كويس، مش كل قطرة في الإزازة من السائل فيها حتة من الأحمر؟ طب خدنا الإزازة دي وحطناها في برميل وقعدنا نقلب في البرميل برضو يبقى كل قطرة فيها إيه؟ يبقى إذن كل واحد منا فيه ذرة من مين؟ من آدم الذي شهد الميثاق، ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ايه وتعدلوا عندي؟ هتقولوا بلى احنا نسينا، احنا كنا غافلين ان وجدنا ابانا مش عارف ايه. افهموها، اهي دي الفطره اللي النبي قال عليها كل مولود يولد على الفطره وانما ابواه يهودانيه، البيئه هي اللي بتعمله كده. طب فعشان البيئه تعمل كده بقى نعمل ايه يا رب؟ قال برضه مش هسيبهم، هبعت لهم رسل في كل فتره
يذكرونهم بهذا العهد ويرجعوهم تاني على الإنسان. دي موكب الايه؟ موكب الرسالات. فلما قص علينا موكب الرسالات وجدنا رسل قد تتعاصر، زي ابراهيم ولوط مثلا، موسى وشعيب. أم قال لك لان العالم كان منعزل، يعني ما فيش فيه التقاء، وما دام ما فيش فيه التقاء كل بيئه محصوره باللي فيه، فالافات التي تحدث في بيئه بتحدث افات ثانيه في بيئه ثانيه، فيبعث لها رسول يداوي هذه البيئه. لكن لما شاء الله ان يقدر ان العالم سيلتقي، والشيء يحدث في امريكا يضرب به النهارده، يبقى العالم اتحد في اللقيا فيتحد في الداءات. وما دام المساله كده يبقى يجي رسول واحد بقى يعالج الحكايه دي كلها في كل زمان وفي كل مكان، فجاء خاتم الانبياء سيدنا رسول الله. موكب الرسالات ادانا ان الرسول جه، بان الرسول ما بيجيش بقى الا لما اجتمع يبقى فاسد عشان يصلح الفساد ده. طب وفاسد ليه؟ هم قالك لان كل واحد لو ماشي في منطقته ما كانش يحصل فساد، انما الفساد بيحصل غل حقد فحسد، قوي يتسلط على ضعيف، انما لو المسائل كانت ماشيه استطراق كده ما يحصلش فساد. يوم يجي رسول عشان يعدل ايه؟ يعدل المساله. الرسول ده لما جه ما دام في فساد، الفساد لا ياتي الا من مفسد، والمفسد بيفسد ليه؟ عايز ياخد خير الضعيف وهو يستأثر بيه. يبقى إذن لما يجي رسول عشان يعدل الميزان ويخلينا كلنا قد بعض، يعاديه ولا ما يعاديهش؟ يعاديه. يبقى إذن الرسل ساعة ما يجوا مش هيعاديهم إلا أهل الفساد اللي إيه؟ اللي منتفعين بهذا الفساد، يقوموا يقفوا ضده علشان هيضيع عليهم إيه؟ ولذلك كانت صيحة الإسلام في مكة، مع أن نصرة الإسلام كانت في المدينة. طب وليه كده؟ قال لك لأن مكة ده مركز السيادة اللي ما حدش قادر عليها، الجزيرة كلها خاض عليها، ولذلك رحلتها تروح اليمين تروح شمال ولا حد يتعرض لها. ليه؟ لأن أخوه أي قبيلة تخاف تتعرض لقريش لأنها ستصبح في يوم ما في قلب قريش عشان تروح الحج تروح الكعبة، يبقى محكومة لمين؟ فيخافوها. ولذلك ربنا لما امتن على أهل مكة بأنه الجماعة اللي جايين يهدموا الكعبة اللي هو أبرهة وجابوا الفيل ومش عارف إيه بتاع، بيمتن عليهم إنه إيه؟ صدهم عن الحكاية دي. ولذلك قال فجعلهم كايه؟ كعصر. لما نزل ابابيل ومش عارف ايه جعلت جيش ابراهيم إيه؟ كعصر مأكول. دي اخر الايه؟ اخر سوره الم ترى. هات السوره اللي بعدها، فجعلهم كعصر مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحله الشتاء والصيف. لان البيت لو كان انهدم كانت الناس هتحج لحته ثانيه، قريش تفقد مكانتها، ما تقدرش تمشي في التجارة والبتاع. إذن لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف عمل هذه الإيه؟ العملية. فجاء الإسلام في أذن العظمة وفي أذن السيادة وصاح صيحته، وكان ما كان، ولم ينتصر الإسلام إلا في المدينة. نقول ما هو لله حكمة في دي. إيه الحكمة؟ قال لك لو انتصر الإسلام في مكة لقال قائل قريش ألفت السيادة على الجزيرة، فجاء واحد يدعي أنه رسول للكل فليسود به الدنيا مش بس مش يسود به الحجاب، فيعلم أن العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد، ولكن الله يريد أن ينتصر الإسلام في المدينة ليعلم أن الإيمان بمحمد هو الذي جاء بالعصبية لمحمد. يبقى مش العصبية اللي جابته، لا، ده الإيمان هو اللي جاب العصبية. نعم. فالرسول قعد يتوالى، وساعة ما يجي المفسدين يجابه الرسل عشان يبطلوا دعوته. لكن الذي أرسل رسولا من عنده ليصلح فسادا أيمكنه منه المفسدين؟ طب ده هو بعته عشان يبطل الفساد، يبقى مش ممكن يهزمه. ولذلك اقرأ القرآن، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين
إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلام سجله الله على نفسه، ولا يسجل الله على نفسه كلاما ويحفظه، هل هو اللي حفظ القرآن اللي فيه الكلام ده؟ ده الإنسان يسجل اللي له مش اللي عليه، وإلا لو حصل غير كده يقول له ده أنت قايل كذا وقايل كذا وقايل كذا، ما إحنا اتغلبنا ليه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا أنهم لهم المنصور وإن جندنا الله. إذا ما دام إذا ما كانش يصح جند الإسلام ينهزم، نقول له لا، هو انهزم لأنه الإسلام، ده انهزم لأنه خرج عن الجندية في الإسلام. ولذلك أول هزيمة جات لهم في مش في أحد، طب ده منتصرين في بدر ما بقالهمش سنة، انهم يجي ينهزموا في أحد؟ قال لك إيه؟ ليه؟ قال له لأن النبي عليه الصلاة والسلام قائد المعركة قال للرماة لا تنزلوا، إن انتصرنا أو انهزمنا اقعدوا كده، لأن دي الحتة اللي تحفظنا إيه وتحفظ ظهورنا. فلما جاءت بوادر النصر نزلوا عشان الغنيمة، فلما نزلوا عشان الغنيمة الأعداء طوقوهم وعملوا العملية اللي عملوها دي. بالله عليك لو انتصروا مع مخالفة أمر الرسول ماذا كان يحدث؟ لهان أمر الرسول عليهم، ولكن خلفهم هنا مع أن الرسول بينهم، ومع ذلك يقول لله سنة، سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. بعد ذلك ما عادش يقدر إيه يخالف. وبعدين برضو قوم في حنين، ما كانوا القلة الأول، إنما في حنين بقى 10,000. أبو بكر نفسه رضي الله عنه يقول لن نغلب اليوم عن قلة، ده احنا عددنا كبير، يوم يجوا يحصل لهم اللي حصل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وليتم مدبرين، لكن صعبت على ربنا، قال دي غلطة بقى ما نخلاش هزيمة على طول كده، أنزل الله سكينته وأيدهم وانتصروا. بس تأدبوا أدبين، أدب في أحد إن مخالفة أمر الرسول لا تتأدى، وأدب تاني إنهم ما ينغروش بالكسرة، مش هم بينصروا، ده بينصروا بمدد الله الأعلى. فإذا دخلت كم من فئة قليلة غلبت فئة بإذن الله. يقول لك هتنقبل إزاي؟ يقول لك يا أخي قال لك يؤيدهم بجنود لم تروها، وأهم هذه الجنود إنه يلقي في قلوب عدوهم الرعب منه. ساعة ما يلقي في قلب العدو الرعب ينتصر ولا ما ينتصروش؟ ينتصر. فجاء موكب الرسالة معروضا، أول عرض قال له إيه؟ عجبوا أن جاءهم منذر منه، قالوا كنا عايزين ملك يجي لنا ودي احنا ربنا عليه. والساعة الثانية قال لهم انتوا هتبعثوا؟ نبعث بقى العمل اللي عمل ده هنسأل عنها ونروح نرحب ويطمسوا دير أخرى. ولذلك الأمر اتنين منذر خلفه فيه، أإذا إيه متنا وكنا إيه مش عارف إيه هنبعث ثاني؟ ده شيء عجيب والله العظيم. يبقى لازم بقى إيه تيجي الرسل عشان تعمل إيه؟ عشان تنهي هذا الفساد. فقال لنا على موكب الرسل وما حدث منهم أولا وما حدث لهم إيه أخيرا. كذبت قبلهم أي قبل هؤلاء الذين كذبوه أنه منذر وكذبوه بأن فيه بعث. كذبت قبلهم قوم نوح، مش قوم نوح كذبوا بعد 1000 سنة إلا 50 عام، وإني كلما دعوتهم جن وقالوا كلها أصر وأستغشوا ثيابهم وأصر واستكبروا استكبار وعملوا لما يعملون. وبعدين الحق سبحانه تركهم على هذا، راح جاي لهم بالغرق والسفينة ويصنعوا الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومهم إيه سخروا من إيه خرج ده بيعمل إيه، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. كم لسه قدام، لسه قدام. ولذلك ربنا بيقول لك سيب الكافر يعمل واكل أفعيه وبعدين شوفنا هنعمل فيه إيه. ولذلك هناك اقرأ في سورة الفجر إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. المجرمين بقى اللي هم كفروا مش عارف إيه بيضحكوا، دي برضو لها ظاهرة عندنا، ساعة ما يكون في شبان كده ماشيين على حل شعرهم ويشوفوا شاب ربنا هديه وبيروح المسجد يقول له خدنا على جناحك الصلاة اللي جه، واحد قال له شوف حسن الزبابة بتاعة الصلاة وقعت الزقه، لا يسخروا منهم، ويا ريته يسخر منه الواحد ويروح البيت اهله يعدلوه يروح فرحان ينقلب مسؤول دول قابلت فلان وعملت وهزقته يقوموا ينبسطوا منه. فربنا بيقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون.
وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم مبسوطين اللي عملوا في الرجل المستقيم هذا العمل، إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين. وهم ويقولوا على التنين ده هم اللي ضالين وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يعني اللي هيحصل لهم في الآخرة الذين آمنوا من الكفار يضحكون. وبعدين يسألنا الربين هل سوب الكفار ما يعني قدرنا نجزيهم؟ يقول له بلى يا رب انت جزيتهم طيب أوي. إذن الحق سبحانه وتعالى خلى بتوع نوح يعملوا فيه اللي بينعمل، وبعد ذلك ربنا عمل له يعمل السفينة ووضب السفينة وكله يسخر منه ومش عارف ايه. وبعدين إذا جاء أمرنا وفار التنور اشهل وخذ الذرية بتاعتك وأهلك اللي مش عارف حطهم في السفينة عشان احنا نغرقهم. وقد كان ما كان. يبقى هم ابتدأوا بالايه؟ بالصد والصدود والمنع من الغير ان هو يبقى مؤمن. وبعدين جت نهايتهم ايه؟ حتى ابنه. عشان الرسالة ما فيهاش بنوة نسب ولا بنوة عصب. الإسلام فيه بنوة أداء وبنوة التزام. ولذلك قال له ده ابني ابني. قال له لا مش ابنك، مش ابنك، ابنك إن هو ابنك الملتزم بمنهجك، إنه ليس من أهلك. وبعد ذلك علل أنه إنه عمل غير صالح. الله مش عامل، لو قال عامل يبقى الذات موجودة. يبقى ربنا مش بيجهز ابنك بالنسب بتاعك، ده بيجهز العمل بتاعه انه عمل غيره ايه. يبقى اذا البنوة للانبياء مش بنوة عصب ولا نسب، انما بنوة التزام للمنهج. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي لسلمان مش من الذرية بتاعته ولا من قريش ولا من العرب كله، بل هو من فارس. يقول سلمان منا آل البيت، لأن الالتزام بتاعه جعله إيه؟ ورسول الله يتبنى واحد اسمه زيد بن حارثة، يقول ده ابني. الله، إذن بنوة الإسلام إيه؟ مش بنوة نسب، إنما بنوة التزام وبنوة عمل. فادي نوح. كذبت قبلهم قوم نوح. طب قال بس كذبت. إحنا بقى معرفين من قصة نوح إن حصل لهم الحادث الثاني، فهو جاب كذبت علشان دول كذبوا. كذبت قبلهم قوم نوح. طب وعاد برضو كذبت. وعاد دي كانت بقى قبيلة لها ايه؟ بدليل ان ربنا لما قال في سورة الفجر ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني كانت على نوع من الحضارة ايه؟ أعلى. ده لما جاب سيرة فرعون وفرعون ذي الأوتاد ما قالش انها كانت اعلى شيء في البلاد، مع ان حضارتنا الان اللي موجوده دي شوف بتجيب اهل الحضارات عشان يتفرجوا بس على الله. ازاي دي حصل؟ الله. اما لما يكون ديكها لم يخلق مثلها في البلاد تبقى شكل، لكنها مطورة تحت الارض لسه ما اكتشفتش لحد الايه. وهو لو ان الناس ما كشفوش ونقبوا كنا نعرف تتعنخ آمون وكنوزه اللي بتبهر الدنيا دلوقتي لما ياخدوها يلففوها يقول لك ادي الله. إذن الحق سبحانه وتعالى بيدينا صورة عاد اللي كانت حتى سريتها الأمن أشرها لسه ما وصلناش إيه؟ ما وصلناش إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ وعاد قال في خصته إيه؟ عمل فيهم إيه؟ أرسلنا عليهم حاصبا حجارة محماة كده والريح تضربها فيهم مش عارف. طيب وعاد وفرعون دي لو تدرون عارفين انتهى بإيه؟ انتهى لحد ما قال إيه؟ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. قال له الآن وقد عصيت من قبل ما ينفعش الإيمان منذ. وإخوان لوط عمل إيه؟ ربنا قلب القرية كده عاليها مشي على عاليها سافلها. وبعدين وامطرهم حجارة من إيه؟ من سجيل. طب وأصحاب الأيكة دول بتاع مين؟ بتوع مدين. وخذتهم الرجفة، خذتهم الرجفة. طيب هذه واحدة. وقوم تبع، تبع ده الملك الحمير اليمني وكان رجلا صالحا، انما قوم طغوا وخلفوه في المنام بتاعته. ولذلك ضرب الله له مثلا واسم سوره بالسور سوره سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. الآية دي عجيب
ايه الايه؟ جنتان يعني يمينا وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، شوية فران ولا بتاع نقب في الجدار اللي كانوا عاملين سد زي ما بنعمل احنا الآن، يجي في الوادي اللي ينزل فيه أمطار ويعمل سد كده يحوش المطر، فالسد ده كان بيدي لهم مية طول العام فيبنوا فيه الحاجات دي. ولذلك كان يقول لك اليمن السعيد، اليمن بواسطة هذا السد. فلما ربنا حب يخبره حد فار ولا أي حاجة يعمل له في طوبة كده، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين. طب اسمهم جنتين ده ذواتي أكل الخم تمر، سميهم جنتين ده استهزاء. ذواتي أكل إيه خم وأسل، القتل إحنا عارفين ده، وشيء من سدر قليل، دي استبقاء في الحياة شوية. ليه؟ أم قال لك لأن لو خدهم ينتهي شعورهم بالعذاب، إنما هو عايزهم في عيشة ضنك كده عشان يشوفوا اللي كانوا فيه من النعمة الأول واللي صاروا إليه من الإيه؟ من النعمة الثانية. وقوم تبع كل من هؤلاء كذب الرسل، فماذا كانت النتيجة؟ فاطمئن يا محمد أن قومك وإن كذبوك ووقفوا أمامك وعاندوك واضطهدوا كل السابقين إلى دينك هتكون لهم إيه؟ نهاية مثل هذه النهايات. ليه؟ لأنني حكمت أن رسلنا هم الإيه؟ الغالب، وأن جندنا لهم الإيه؟ هم الغالبون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.